ان كده المفروض ان هي السيستم بتاعها فصل. لا يا ابني لا 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 يا ابني. تطبيق يانجو بلاي هيدلع الشاورجيه. ايه تطبيق يانجو بلاي ده يا شاور؟ ده اقوى تطبيق ترفيهي موجود حاليا في الوطن العربي كله. هيكون ليك 60 يوم تقدر تستخدم فيهم الابلكيشن مجانا من غير ما تدفع اي حاجه لو حملت التطبيق من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن. اولا هتقدر تشغل على التطبيق ده جميع الافلام، المسلسلات، الالعاب، الاغاني اللي نفسك فيها. بس كده؟ لا طبعا، ده اول تطبيق في الوطن العربي وتقريبا في العالم كله يستخدم خاصيه الذكاء الاصطناعي الاي اي. يعني هيكون عندك مساعده شخصيه اسمها ياسمينة. زي ما هجرب قدامكم كده، ياسمينة شغلي لي مسلسل بدون سابق انذار. في لمح البصر هتلاقي المسلسل اشتغل زي ما انتم شايفين كده. التطبيق متاح على الاي او اس، الاندرويد، وكمان على التي في. طب واحد دلوقتي يسالني يقول لي يا شاور طب انا ما بتفرجش على حاجه غير الانمي. احب اقول لك ان التطبيق عليه انمي، افلام اجنبي، افلام عربي، مسلسلات اجنبي، وكمان مسرحيات. وزي ما قلت لكم ان اي حد مش شاورجيه هيحمله من اللينك اللي تحت في الديسكربشن ليك 60 يوم تقدر تستخدمهم براحتك مجانا. يلا مستنيين ايه؟ انزلوا حملوه ويلا نخش على الفيديو. وقتك خلص معايا يا قيصر، انا اديتك 24 ساعة وقلت لك يا اما تجيب لي الحاجة بتاعتي وترجع تتأسف، يا اما هوري للناس ايه اللي جوه الخزنة، وانت ركبت دماغك وجيت اقتحمت الفيلا ودخلت فيها ومفكرني ان انا غبي وهسيب لك حاجتك جوه الفيلا. قال يعني انا عبيط بقى، هسافر مثلا او ابقى معزوب في حتة واسيب الخزنة جوه واسيب الدرع جوه؟ اعطل انا بقى، عشان ان انا مش عارف ان انت ممكن تيجي وتخش. وطبعا بما انه اغلبكم الفضول كان هياكلكم عايزين تعرفوا ايه اللي جوه الخزنة، فانا حبايبي ما اقدرش اخر عليهم حاجة، والنهاردة هنكتشف انا خبيت الخزنة فين وايه اللي جواها. يلا بينا. مكان الدبان الازرق مش هيعرف مكانه، مش قيصر. تعالوا ورايا. فكرنا عاين الدرع والخزنة في مكان كده عادي. افتح يا سمسم. ايوه يا ريس. ايوه عمورة. ايوه فين الامانة؟ أيوة. عندك كله تمام، كله موجود يا ريس. حاسب على بيت الامانة موجودة وفي الحفظ والصوت. انا ما كنتش واثق في العيال 100% ولا طازه ولا اي حد، لاني خفت يخطفهم الصراحه، مع احترامي ليهم وممكن يهددهم ويكهربهم ويعرف مكان الحاجه، فخبيتهم بنفسي مع افراد مش من التيم. عمر نظاراته. ايوه اخواتي. ده اثق فيه ثقه عمياء. طبعا يا ريس. روحي وانا مغمض. طبعا يا ريس. شفتوا استخبى في مكان عامل ازاي؟ الدبان الازرق ما يعرفلوش طريق جره. انت تامره بس يا ريس. الدرع فين؟ تعالى ورايا يا ريس. يلا بينا. تعالوا ورانا. الجن الازرق مش هيعرف الاماكن دي. ايه ده وانا طالع فين؟ فين هنا؟ اه استنى كده. اطلع يا سمسم. ايوه يا سيسو. ايوه يا ريس. حاجه معاك؟ ايوه يا ريس. الحاجه فين؟ ايوه يا ريس. العب وريني وشه. اه يا ريس. وشه لف. اه يا ريس. وريني الاسم بس كده عشان كده. اه كله تمام صح كده 100 100. كله تمام يا ريس. بس عمال نطلع من المكان ده عشان المكان ده الصراحه مخوفني. ماشي يا ريس. انت ايه ده؟ انت قاعد ايه جوه؟ ايه اللي جوه ده؟ معرفش، انا دخلت جوه كده لقيت مكان غريب فقلت اقعد فيه شويه. طيب ماشي. طب يلا بينا تعالى نطلع بره. يلا طبعا يا جدعان زي ما قلت لكم طلبته ان انتوا عايزين تعرفوا ايه محتويات الخزنه. طبعا المفروض ان الخزنه ايه تا ايه تا المفروض ان الخزنه عباره عن دورين، دور اول ودور تاني. عرفت منين؟ لا انت بتقول دورين ولا فتحتها؟ لا ما فتحتهاش والله. ما فتحهاش. لا ما فتحتهاش. ممكن يكون فتحها بس انت بتقول دورين. هو دافع عنه. لا 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 دافعش عنه. بس تعرف منين ان الخزنه دورين؟ لا عارف منين. ما انت قلت دورين فانا بقول دور اول ودور تاني عشان انت قلت دورين. يبقى هو فتح صح؟ اه فتح. لا
ده اللي هنكتشفه دلوقتي لما نشوف. لا لا ما فتحتهاش. انت كده خان الامان. لا ما فتحتهاش والله. هنشوف هنكتشف دلوقتي هنشوف. بصوا زي ما انتم شايفين اول حاجه معرفش ايه دي، بس دي زي ما تكون خزنه تانية جوه الخزنه الكبيره، خزنه صغيره هنفتحها دلوقتي ونكتشف اللي جواها. بس شكلها جواها حاجه مهمه لان فيها تقل، فيها حاجه تقيله جوه. انا مش عايز بس اكسر حاجه عشان ايه كل حاجه نكتشفها. ايه اللعب يا سمك؟ ايه ده يا كيسو؟ ده مفتاح السبير بتاع العربيه البي ام. ايوه عارف. عارف مفتاح السبير؟ ايوه على العربيه. اه بتاع عربيه البي ام. عرفت تفتحه ولا ايه؟ اه فتح اهو. هو تقريبا في زرار تقريبا. فهمت الزرار. ماشي طيب ماشي بقى كده. تاني حاجه المفتاح كده العربيه، مفتاح العربيه السبير. طبعا يا جدعان اللي مش عارف يعني ايه مفتاح سبير، كل العربيه بيكون لها مفتاحين، مفتاح اساسي ومفتاح عشان لو الاساسي ضاع تعرف انت تسوق بيه. مصلح مصلح الحمد لله. ايه ده بقى؟ موبايل شكله كده تيكتافون ولا ايه ده؟ مكتوب عليه ليزير وينتير. موبايل؟ لا بس مفهوم. لا ما ايه موبايل. الموبايل ايه؟ فين الموبايل ده؟ مش موبايل. فين الموبايل؟ بس استنى ده في شاحن. شاحن ايه ده بقى؟ هو ده كده مكتوب عليه ليزر. شاحن ليزر بس اللي موجود. يبقى الليزر مش موجود. يبقى كده الخزنه دي اتفتحت. ايوه مين اللي فتحها؟ مين اللي فتحها؟ اللي عرف ان هي فيها دورين. ايوه هو اللي عرف فيها دورين. لا ما فتحتهاش. لا ده احنا كده نرن على ابو عز. ابو عز تعال لي دلوقتي يا ابو عز. الله الله التلات عمارات متجمعين من غيري، عمر زيزو وعمر شاور وعمر بكتيريا. يا مرحبا ابو عز. مرحبا ابو عز. عامل ايه يا ابو عز؟ اخويا ابو عز. عاملين ايه يا ابو عز؟ يا مال قاعد غيره. اخويا ابو عز العسل والزلمان العسليه. اخويا دلوقتي ابو عز انا بنفتح الليزر. ايه قول يا ريس دلوقتي؟ في علبه هنا. انا بس عايز اقول حاجه بس بعد اذن قاطع كلامك. قول يا قلبي. انا ما اتدخلتش يا جدعان في الحوار دوت عشان ما يقولوش ان هم اتكتروا عليه. ماشي بس اتفضل. احنا دلوقتي الخزنه دي كانت مع نظاراته. فوجئت لقيت نظاراته مره واحده في نص الكلام بيقول الخزنه دي بدورين. يا ترى عارف منين؟ عشان انت قلت بالاول دورين، فانا قلت دور اول ودور تاني. واسمه جيت بعدها ان فيه علبه ليزر مفتوحه وفاضيه. كده بقى في حاجه كده غلط. وريني كده تعالى. ده ايه ده الليزر ده؟ الليزر ده انا كنت بجربه، كنت بشوفه اكتر والله. انا كنت بجربه. ينفع؟ لا انا قلت اجربه بس. اوقعلك تقوم السنان دلوقتي. انا كنت بجربه بس. يعني نسيت؟ نسيته في جيبك؟ يعني نسيت؟ انما بتجربه ليه؟ يعني ما كنتش بتلاقيه؟ لا. ولا كنت غرضك تلاقيه؟ لا ما كنتش غرض الاقيه، كنت بجربه بس. ماشي دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض طبعا ان احنا ده دور. تعالى بقى انا عايز بس نجيب ايه محتويات الخزنه. دي غنيمه. دي غنيمه اللي في الدور الاول. دي الدور الاول مفتاح العربيه. ده ما فتحتوش؟ ده لسه هنفتحه في الاخر. بص بقى من هنا. بص هنا في ايه؟ هنا كان في حجاره، الحجاره دي وقعت، فبالتالي السيستم بتاع الخزنه اصلا ذات نفسه اتعطل زي ما انتم شايفين كده. احنا عايزين نجيب الدور الثاني لتحت. فاحنا هنعمل ايه؟ نروح جايبين كده مطلعين سلك كده. هنروح مطلعين سلك من هنا كده. ده اهو كده اهو. فنروح ايه قاطعينه بس عشان المفروض انك تلمس كهرباء الاول للسلكين عشان ايه؟ عشان الباب يفتح. استنى بس ثانيه واحده بعدين. ثانيه واحده بس عشان ما تتكهربش. افتح من كده. المفروض ان هي السيستم بتاعها فاضل. لا يا ابني لا 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 يا ابني. فتح ايه؟ ايه ده دي فتحت؟ احمدك يا رب. فضه فلاشه مركان. احمدك يا رب. احمدك يا رب. ايه ده بس امسيان؟ بس انت كده بوظت الدنيا يا غبي. ايه يا اس خليني اشيلها في حاجه صغيره. حاجه بقى صغيره هتقع. هات خلينا نشوف الحاجه كده بهدوء بكل هدوء. واحكوا ما قلبت حاجه يالا. لا ما قلبتش حاجه تانية؟ لا قلبت حاجه. ممكن بقى يكون عمر الزاوي شرح حاجه تاني مني. عمر دي ممكن يكون سرى حاجه تانية. هو انا حرام يا ولا انت شفت حرام؟ ما تخلينيش اقول يا بس يا ابن بس يالا. بالتلاته ده انت خرنجو. ما تخلينيش اقول. قول انا عايزك تقول. هو اللي مديني الليزر. ازاي يا جدع انت يا جدع انت اللي مديني الليزر ولبستني فيه. انا اللي مديني الليزر. ولبستني فيه. انت اللي زرعت الليزر؟ انا هسرق الليزر. امال اللي هو بيقوله ده ازاي يا حاج؟ انا هسرق الليزر. امال هو بيقول ايه؟ بيالف الليزر ولبسني فيه. لما جيت تفتح كان عايز ياخده. كان عايز هو اللي يسرقه. هاخده يا ام. انا هاخد الليزر يا ام. عشان لقيته اصلي. وانا حرام يا ام. عشان لقيته اصلي. فقلت ما انتش انت اللي
ماما حلوه. بس دلوقتي بس احنا عايزين دلوقتي. ايوه بامانه كده اللي لايز حاجه يطلعها بالحب. ما طلع بس طلع. عرفت ان حرامي؟ والله ما خدت حاجه. بس انا متاكد من ان الليزر ده هم كانوا واخدينه عشان اكيد في سبب نبيه صح؟ عشان قلت احسن ينفجر في وش الاس. اه يا عيني كنت عايز تفديني؟ اه افديك بروحي يا اس. ده انت الحته الشمال ده انت قلبي يا اس. انت وجعتني قوي وجعتني. ده رمضان كريم قوي. ايوه ده انت قوي قوي. دي صاحبه السوق عشان كده بقى. ليه بقى؟ بص طبعا احنا لقينا هنا ايه دي تقريبا السماعه السحريه بتاعت القيصر تقريبا باين دي ولا مش عارف ايه دي. دي غنايم من حقنا دي صح؟ دي اه دي طبعا بما ان ايه دي هتبقى من نصيب الرجاله اللي احتفظوا بالحاجه. خد عمر النضارات خلاص نسلمه الجايزه. لا بس تعال ماشي على ايدي ابو عيد كده يا جماعه. اللحظات الشيقه ديت عشان عمر نضارات خلاص بقى كده شارك. وانا ماليش حاجه. انا ماليش حاجه بس يا حرام. انا ماليش حاجه. انا ماليش حاجه. انا ماليش حاجه بس يا حرام. دلوقتي هنروح منين؟ ايه دي بس عايز اوري بس دي تعمل لها كام دي لو اتباعت؟ لا فلوس كتير قوي. انا الصراحه ما اعرفش يعني هو دي بتاع مش بتاعت شمع. انا اقولش دي زي انت شايفين الجيتار ده فيه الماس. ده لا اجيب فلوس طب بحاجه دي يا بابا. دي علامه انك شارك اصلا. ده تذكار ان انت كده تعتبر معلم على الكيسو. ايوه لبسنا يا باشا. حسيت دماغك كبيره. حلوه جدا هي كده جميله قوي. الاكسسوارات دي جايبه من القرن الحجري ولا ايه؟ ايه الاكسسوارات اللي ايام احمد حلمي دي زكي شان والشغل ده؟ ممكن تكون الحته جايبها له ولا حاجه اس. ممكن غالبا بس خلاص انسى بقى الحاجه دي خلاص اتوزعت غنايم. طالما جت انا اديتك فرصه انت اللي هتقعد السويس تاني. انا اديتك خد يا زلباني دي برده بتاعتك من نصيبك عشان تبقى انت برده ايه؟ خدت لك كده واحده. انا ما خدتش حاجات واحده كده. خد انت دي المسمار ده ما اعرفش ايه دي ايه ده ايه ده ايه ده عارف دي اصلا. اه بقول لك انا هبدل انا والنضارات. لا لا خد السته. لا 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 السلسله. لا لا مش هديك السلسله. انت هتلعب انت هتسرع على تدي المسمار ده. اعمل بايه ده ترى يدلك تاني. ما تنجش يا باريس يا ابني. لا بص يا جدعان احنا دلوقتي حراميه محترمين كلنا في بعض. كلنا حراميه وبنقسم الغنيمه. ماشي يا معلم. ما ينفعش المسمار. ما ينفعش نحط في بعض. ينفع انا اسيب في المسمار؟ ما لسه المسمار متني. لسه في حاجه ثانيه. دايرته معدول حتى. وانا ما ارضينيش يا ابو عز. لسه في حاجه ثانيه. شفت الزلماني محترم حبيبي يا رب. حتى لو المسمار بحطه حبيبي. دلوقتي بس ايه في حاجات انا يعني لفت نظري لازم نكتشفها فيها ان في خزنه. ان في قصدي فلاشه. فاحنا دي هنسيبها لايه مع الخزنه هنا؟ يا ترى ايه الفلاشه دي فيها ايه؟ الله اعلم. قد تكون مثلا صور حاجات فضايح مثلا اللي ادم مثلا فضايح مثلا للقيصر. انا بقى عايز نشوف في ورق هنا. ايه ده ايه ده؟ اه لو دي بقى بس عايز اوريكم. بس عايز اوريكم بيانات. عقد بيع سيارة. عقد بيع سيارة. هنركب البي ام بتاع القيصر من غير ما نركبها دي كده. هنطلع ده كده الملكية بتاعت العربية. هنركب والمستع وانا قاعد القيصر. بص دي بقى ممكن تلاقي فيها ذهب بقى. دي بقى ايه من حق الحاج الشغل اللي بيلعب ذهب بقى. بس المشكله ان احمد اتعامل مع الحاجه ان شاء الله تبقى ذهب. انا جدعان بس عايز اقول لكم على حاجه. بس حد يكون مفكر ان انا طفل. الله لو ذهب هتبقى ليه؟ وان انا طمعت في اي حاجه. زي ما انتم شايفين الغنايم كلها اتفرقت. حق الله. اهو السلاسل والحاجات كلها وكلنا مع الفيديو يا الله يا الله على الجواهر. الله اصبر يلا اما نوري للناس. يلا مش وري للناس. انت مش خدت نصيبك؟ وريني كده. ده نصيب قليل. وريني كده. جماجم يا جدعان. شكلها غريب. دي جوه مش هتدخل على ايدك يا ابو اسامه. لا يا عم مش هتدخل على ايدك. يبقى هتدخل على ايدي انا. هتدخل على ايدي انا. كده الله كده يبقى سلسله ومسيه. بس انا هاخد حاجات كتير. انا هاخد الحاجات دي وههرب بعدها. مبروك يا نضارات. مبروك الف مبروك. ده حلال عليك كده. انا مبسوط بيك قوي. تي 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 ده في بقى اعراض. هنخش في الاعراض. في صور بس ما تطلعش بقى. عايزين نتفرج بس في صور. ماشي بس مش تنفع الصور دي في رمضان يا معلم. انا ما بحبش الفضيحه واحنا في رمضان وفي الدنيا صيام. بس في ناس ممكن تقول ايه ده شاور بيجعر وما فيش معاه صور ودي صور اي كلام وفي الشيش. انريكو علينا كده حته. انا اوريكم بس كده بعمل بلور. دي مش بغرض الفضيحه بس اعرفكم ان في صور بجد. في صور وفي ذكر وانثى في الصور. يعني ما بنقولش كلام يعني من مش كلامه خلاص. هو كلامه خلاص على عينك يا تاجر. ماشي انتوا كله على عينك يا تاجر وانتوا كلكم شايفين الصور ايه.
بس خلاص بقى يا عم بقى لسه في صحه ده هو السوق الولا بقى مش هيتجوز كده 24 ساعه يا قيصر الصور دي البلور بتاعها هيتشال والباقي الصور الباقي انا وريت باين انت عيله لسه في كتير ماشي عشان بس انت فاهم ما حدش معاه منديل عايز انف ما حدش معاه مفيش حد معاه لا ما حدش معاه للاسف انت عارف ايه كنت بتعمل ايه يا كابتن ده سيبه عايزني في ولا ايه عايزني في ولا ايه عادي يا عم عمر ده عادي يا عم سيبه يا عم يا سيبه ايه يا عم الصغار الصغار بيكبر يا عم احمد ايه يا عم احمد في ايه انا هرق ولا ايه يا جدعان انا هرق هو معهوش منديل بس مالك يا حبيبي مالك يا بابا كبرت على بابا ولا ايه يا بابا يا حبيبي بس يا ماما مالك يا بابا بس يا بابا مالك يا بابا افهم الموضوع من الاول ها ها افهم الموضوع من الاول انا نضارات فاهم الموضوع فحتى لابس التيشيرت ده المنديل اهو التيشيرت يا عم التيشيرت ده ب 1200 جنيه يا جدع غور وانا باين عليه 1200 جنيه كمان امريكان ايجل باين عليه جيش حياته اساسا هي كلمه واحده لو سبته يلف في خياله هجيب لك طقم من سان باستو ايه ده بقى لا 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 لا, لا كده برضه مش هغير الموضوع انا كده لا انا موافق طبعا مش هوافق ليه عشان ما يجيلوش طقم من سان باستو من على شاور شوب دوت كوم طب امال انت بس اللي هيجي لك اه بس كده وانا كمان ما اجيليش انا عايز اعيي ما يجيلكش لا مش هينفع عم برضه وانا مش هواف انت مش عايز ترف ينفع عم يعني انت لو اخوك مزنوق في نفه شاور اخوك مزنوق في نفه مش كده يا شاور انا كده وانا مش موافق انا مش موافق غيب انا كده عليه انا مش موافق انا مش موافق تموت اديله يا حلوه يا بطه ادي يختك يختي انا عايز بس انا اقول نقطه مهمه ان عمر نضارات اصلا احنا ازاي اكتشفنا الموهبه دي اكتشفناها على التيك توك لانه بيعمل فيديوهات من الدارك ويب عارفين وهنزل لكم الاكونت بتاعه برضو لو عايزين تتفرجوا على لو حد عايز يعمل له فولو احنا عايزين كلنا نقف جنبه ونبقى كلنا اصحابه لو حد مش عايز يعمل فولو لا يعمل فولو لا ويا ريت محدش يكتب كومنتات سلبيه يعني احنا عايزين نشجعه احنا عايزين ويا ريت معلش وعايز اوصل للمليون وعايز اوصل للمليون هو وعدني قال لي هو اول ما يوصل للمليون وياخد الدرع قال لي هو مش هيعرفني تاني انا وعدته بكده بس انا واثق ان هو جو من جوه ولو وصلت بقى ال 10 مليون مش هعرف نهائي شوفوا الجدعانه جدع الواد ده طبعا لان انا طبعا كله بيخش على الكونت بتاع اشتمه طبعا لان ده طبعا اخويا طب يلا شقني وريهم بقى وريهم نورس راسه وريهم نبي نورس الراسه على الامه واقف على الامه ومعايا مكالمه انا خدت الصدمه ودعكت عيوني ملففف عبايه قالوا لي دي بطايه كده في شطايه انزل يا بونبوني خد يا ابو الكعب المتحني للتجريمه تهدي وتستني ردت وقالت حلك مني ضحكت لي طب فين بقى اللي كنت فيها كنت بتعملها الغمزه كنت وقت اسمها الاغنيه بقى عيني جت على سنيوره كانت واقفه في بلكونه حدفت مني بالليمونه قامت غزاله ايوه اديله عن طرفها وقفت الشغله هي بنت الهبله ايوه هي معاك يا هبه قامت كحة لعليك مليون كحة مالك يا بنت اللسعة أيوة شكلي وقعت في حبها عينها سحرتنا أنا بجمالها راح نزل أنا خالة وقال لي مالك ليه بتبصلها أيوة مالك بس يا خالو أنا لو شفته الماله لازم هتوفقه عد دغري طالبها عايزة أخطبها أيوة قال لي تجيلي بكرة وفي البيت هنحله خلاص كمل كمل ما خلاص خلصت كده علينا نعمل طب لو الناس عملت 100,000 لايك علينا نعمل خليها من لكم فيديوهات دي كتير هنعمل عرض بقى هنعمل عرض هنعمل عرض لا يا جدعان احنا في الفيديو بتاع النهارده في مواهب هو احنا يعني اصدقاء السوق احنا مشاركين كلنا في عالميه اجراميه وبالله عليكم تكتبوا تحت في التعليقات انا صوتي حلو ولا وحش بس كل عاوز رب الفلق حافظها طب يلا سمع يلا بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اسرق له طعم من سيمبا ستور طعم العيب ببلاش دلوقتي يا جدعان مع اخر حاجه في الخزنه تعال قرب تعال قرب في الكاميرا يلا عشان عايز اروح تعال قرب يلا ايه ده دلوقتي انا على ما اعتقد ان دول اللي القيصر عامل عليهم جيف اواي في المسابقه انا بحبك قوي ماشي دلوقتي بتحبه ماشي حبيبي الدرات فا دول بصوا هقول لكم على حاجه بقى احنا دلوقتي عشان هنروح نجيب ايه هنجيب طعم من سيمبا طعم العيد من سيمبا ستور من على شاور شوب دوت كوم او من فرانا على ما نكون جبنا طعم العيد هديك طعم بس ما انتوا ما سبتوش يسمع ليه سمع الفرع فين فرع شارع الفاتح لا فاتح ايه شارع انور شارع انور ايه امال اسمه شارع ايه والله ما اعرف خلاص سعيد شارع النادي شارع النادي جنب الفيب التركي بتاع الفيب والسجاير واخر شارع سعيد جنب
ماموس اللي هو عناصرته ايه؟ صيدليه. صيدليه ايه؟ مش حافظها. خليه. زي ما انتم شايفين المفروض ان فيه الجثتين دول قدام، فهنعمل ايه؟ تعالى ما نكون رحنا جبنا الطقم عشان نشيك الجثه المكمكمه دي المدرطشه دي. هسيب ده الله اعلم ايه اللي هيكون جواه. ده وفين الفلاشه؟ احنا حراميه بس يعني ايه دول؟ هنسيب دول؟ انا حرامي بس حرامي شريف، لان دي عايزه لابتوب عشان نكتشف ايه اللي جواها الفلاشه دي. فهنحط دول جوه، وده هنفش القفل بتاعه، ودول هنعينهم لغايه ما نروح نجيب طقم العيد من سان باستو. لحد ما اجيب الطقم هشوف حاجتنا هترجع ولا انت حر يا قيصر. 24 ساعه يا قيصر، لو الحاجه ما رجعتش اعتبر ان الصور اتشال من عليها البلور، والفضايح كلها اتنشرت، الخزنه الصغيره اتفتحت، الفلاشه عرفنا ايه محتوياتها، الايفونات باي باي. باي باي دلوقتي يا جدعان، المفروض ان احنا عند سيمبا ستور، اقوى ميرش في المجره. محلاتنا على سيمبا ستور، خدنا عمر نضارات والسحس العسل. السلام عليكم. السلام عليكم. مسحراتي طنطا، افضل مسحراتي في طنطا. يلا بينا نخش دلوقتي. طبعا التيشيرت ده لسه جايبه من لسه حالا من المحل. طبعا عندنا كل الحاجات دي جوه في المحل، وعندنا حاجات اطرش من كده كمان من محل سيمبا ستور. جدع تعالى. ايوه اتزا اللي ملوش معلمه. كنت باخد تيشيرتات العيد يا معلمه من سيمبا ستور. انا لسه واخد واحده اهو، لسه واخد واحده معايا، وانا الحمد لله ما خدتش اي حاجه الحمد لله. خد الواد ده يبقى جامد عليها قوي يا معلم. وانا الحمد لله ما خدتش. بص لو عايزين نشيك الواد ده نضارته، عايزين نيفته. عايز حاجه حلوه كده نيفته بدل العفانة اللي انا لابسها. لا دي حديش شياكه، بس احنا عايزين اشيك. انا يا معلم دي شياكه ايه ده؟ عفان ده جايش حاجه. انا يا معلم ايه الحاجات المطرطشه دي؟ دي رمطرشات دي يا حاج. ماشي هجيب لك على تيشيرت كمان. يلا بص 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 والمود ده يا حاج. بص بص احنا عايزين ناخد شوت قبل وشوت بعد وشوت بعد. اصل يا حاج سيبولي انت، سيبولي انت. عايز ده عاجبك ده؟ ماشي ماشي هنديها لعبه بتروب كمان. متقلقش مش عايزك ولا اجيب لك وايت ليج. انا عايزك بس تقول على العروض بتاعت العيد اللي معموله في المحل. بص يا حاج بص يا حاج انا عايز اقول لكم يا جدعان ان في تيشيرتات من اول 75 جنيه موجوده في المحل. من اول 75 جنيه لحد كام بقى معلمه؟ لحد كام؟ لحد من اول وريني كده وريني من اول 75 جنيه لحد كام بقى؟ لحد 390 جنيه. اغلى حاجه المستورد. اغلى حاجه ايه؟ اغلى حاجه 390 جنيه، يعني 75 جنيه 100 جنيه 150. ده مفيش محل في الدنيا 130 150 180 200 250 230 لحد فوق بقى. طب لا ده بكام؟ 250 جنيه. ده 250 جنيه بس الفنان ده اغلى. ده المفروض يبقى اغلى من 250 جنيه. رونالدو بقول لك ايه؟ موجود كل حاجه اس الوايت ليج الجينز والوايت ليج الميلتون والكارجو الجينز والكارجو الميلتون. عندنا كل حاجه، فرع سيم باستور، فرع اكل سعيد، وفرع النادي لبس سعيدك من عندنا، ومرش الشوارجيه طبعا متاح بجميع اسعاره ومعمول عليه عروض. عروض وكل حاجه عليها عروض. طب يلا عايزين بقى نشوف شيك بقى النضاره. شفت اوفر سايز البنطلون انت عاجبك؟ على كوتشي؟ لا مش عاجبني قوي. طب خلاص هجيب لك حاجه عاجباك. عندنا جميع الاشكال جميع الاذواق جميع المقاسات جميع الالوان جميع كل حاجه من محلاتنا سيم باستور. هو ده جامد ده. بص على نضارته وريني كده نضارته. الله حلو جامد ده. جامد حلو ده. بتحب انت بتقطيع والكاتنج؟ التقطيع ولا بقول لك كده تاخد الوقت ليج ده. الله ده اجمل. ده الموضه الجديده بقى. ماشي خلاص انا نضاراته. امسك ده ده بيبقى واسع. ماشي يبقى تلبس ده واجيب لك تيشرتات اوفر سايز مطروشات دلوقتي. ماشي ماشي انا نضاراته. عايز حاجه فيها لمعه زي دي؟ تلبس حاجه زي ايه؟ ماشي مش اخلاعه كده؟ اخلاعه ومدلعه ولا حاجه. اجيب له التيشرتات. بص انا عايزك تروح عند البروفا هقفل عليك الستاره تطلع لي متشيك. ماشي ماشي يلا خد دي كمان اس. يلا دي بس دي مش هتطلع كبيره؟ لا لا دي اوفر سايز نضاراته. هو انت المفروض تبقى كده المفروض تبقى كده. بص يلا خش بقى البروفا هنا. ماشي خش شد الستاره. يلا قول الكلام في السقفون بقى. خليه يقول الكلام في السقفون. قول كلمه سر. الكلام في السفون. خلاويص؟ لا اصبر لسه. اصبر يا عم. ماشي طب خلاص انا هطمن عليك بس. خلاص ولا لسه؟ لسه اصبر. يا ابني خلاويص؟ اصبر يا عم. ماشي يا قلبي بطمن عليك بس هتكون مش عارف تغير ولا حاجه علقت في الشماعه. خلاص اصبر. ماشي. لا بس بص انا مش عاجبني. بص يا عم انا لابس متشقلب. ده ايوه الرسمه. لا طب بص طب ايه ودلوقتي معاكو بيج رامي بتاع طنطا عمر نضاراتو. اعمل كده قدام بيج رامي ولا اعمل كده بالاسم الاسم ده انت عايز حوار عايز كورس يا عم ايه ده بقى دلوقتي يا جدعان مع المفاجاه 1 2 3 اوف واو اوف ايه رايكم بقى يا اخواتي؟ نضاراتو حتى الصيحه يا ابن اللعيبه. ايوه كوتشي مرسيدس موت وايت. خش ده في جيبك خش ده في جيبك موت بس بيندي عشان بس بيندي بيندي. طب لا ما تحطش كوتشي مرسيدس موت وايت ليج جينز موت شيرت الفنان رضا البحراوي وكريستيانو رونالدو موت بقيت فنان يا عمر. بص التفاصيل والشياكه والاراقه. بص الكلمه. لا بص بص على
خلاص بقى ده بقى انت بتعمل ده. بص يا جدعان الصراحه التيشيرت ده انا كنت هاخده لنفسي بامانه، كنت هاخده لنفسي البسه مع مرشي الشوارجيه في العيد. بس موسع بالالماس عمر نضاراته انا طمعت فيه، طلع عليه اليق وهطمع في ده كمان بعد الصراحة. البيت بامانه عايزكم تقيموا في الكومنتات ايه رايكم في اللبس الاس ده. الاس ده بتاعي برضه، عايزكم تقيموا في الكومنتات ايه رايكم في الاوت فيت الطرش ده. وعايز اقول لك على حاجه، انت اول ما هتخش سيمبا ستور اعمل حسابك ان انت هتتحول 180 درجه باللبس. ازاي يا عمر كده؟ مش 180 درجه كمان، ده 360 درجه. الله ينور عليك يا حاج نضاراته. ازاي نضاراته كده؟ كان داخل تسول بقى بقت حاجه تانية خالص. خلاص بقى تقول مثلا ايه عصام صاصه محمد رمضان. أيوة. بقول لك ايه، غني ادينا حته كده. لا لا خلاص كانك فنان بقى. حاضر مش خلاص. عايز دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. خلاص اتغيرت عينه وكبرت عينه من اول ما شايفك. اول الطق ده انت لسه، اول طق ده لسه اللطقم الجاي. احلى مسا عليك يا عم. ماشي انت كده اللي بتقطع برزقك بنفسك. خلاص لا لا خلاص خلاص. عايزين غنوه كده اي حاجه. لا ما للاسف ما عنديش. طيب خلاص لسه احفظ غنوه. خلاص يا عم ماشي ماشي. اهم حاجه بس عايز اقول لكم ان احنا عندنا عروض التيشيرتات الصيفي بتبتدي من اول 75 جنيه. عندنا ترنجات كامله ب 200 جنيه. عندنا ايه تاني؟ ترنجات كامله برده ب 250. عندنا بناطيل باقل سعر في مصر وجنسات كل حاجه اقل سعر. كل حاجه انا عايز كلاسيك، عايز فاشل الحاج بس الله ما شاء الله علم مع الشكل. بص 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 الحاجات دي. بص بص انتظروا انتظروا افتتاح الفرع الثالث من فروع محلات سيمبا ستور 3. هيبقى بقى ايه محل بقى مساحه. وانتظروا كمان الرابع والخامس والسادس. حاجه يا جدعان، لو في فرع جديد هيتفتح عايزين نشوف في الكومنتات اكتبوا لنا ايه اكتر مكان تحبوا ان احنا نفتح فيه. وهنفتح فيه والمكان هيبقى بقى كبير جدا. يعني عايزين نشوف مين شباشب كوتشيات ملابس كل حاجه تبقى موجوده. عايزين كل حاجه. اصعب مكان الناس ما بتعرفش تجي لنا منه عشان نفتح لكم فيه ونقرب لكم. يعني الناس بتقعد تقول اسوان القاهره كده، بس انتوا اكتبوا ونشوف. السعوديه الامارات. بتهزر بقى. خلاص خلاص استوعب عليك كده. خلاص ماشي. 24 ساعه زي ما قلت لك يا قيصر. لو الحاجه ما رجعتش معلى معايا. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل ل 100 مليون مشترك.